طيب نتكلم شوي، نحاول نخلص من موضوع اللانجوجز على السريع. ودخلتوا قضايا هاي انتم مش هيك في المواد، بعض المواد ولا باي محل؟ ديسكريت مش هيك؟ طيب يعني هاي مثلا بس اكزامبلز، مور اكزامبلز للغات. ممكن تعرف اللغه مثلا هالشكل A to the M B to the M، بحيث انه M اكبر او تساوي زيرو. ولو اجي اقول جزء من اللغة هذه، من هاي اللغة لاندا is part of the language، لاندا M تساوي زيرو. إذا M تساوي زيرو A زيرو B زيرو، يعني لاندا. إذا عندي M تساوي واحد يكون A واحد B واحد A B. إذا M تساوي اثنين يكون عندك A A B B. اثنين أربعة A M خمسة. هسا اذا حطينا اللغه هاي اي بي بي، هذه الاي بي بي بيرونس ذا لانجوج ولا لا؟ لا لا. ليش؟ يعني لازم لاحظ عدد البيز يساوي عدد الانز ورا بعض. هي كمان اللغه هاي عندي اربعه ايز و2 بيز، مضبوط ولا مضبوطش؟ مضبوطش. اوكي، جاست تو اندرستاند انه وات ذا لانجوج از. يعني نعم، بالنسبه للمحاضره الماضيه كان اللمده اللمده تبعها بحكي فيها لمده زيرو. هسه بنحكي فيها. هذه حكينا عن البرايم نمبرز والايفن والاد، حكينا عنهم بدناش نزيدهم. هذه لغه فيها الاد. يعني احنا كنا نعم لا لسه بعد اول اسبوع عربي. هاي عربي. هاي يعني الالفابيت. نو ذيس از لانجويج اسمه. احنا بنتعامل مع لانجويجز، والفورمال ميثودز هي بتتعامل مع لانجويج. فورمال ميثودز مشان نتعامل مع لانجويج وي هاف تو بي ايبل تو اندرستاند انه كيف اللانجويج يمكن كتابتها. لانجويج الكمبيوتر هسه نجيب لكم العربي احنا احيانا بس مشان نرطب الجو تاعته مش لاكثر. اذا بدي اخذ لغه تتعامل بس مع النمبر 1 ومع الاديشنز، يعني الاد واللي يساوي، عندك الاد عندك يساوي عندك الواحد. وكان عندنا الاديشن عباره عن اكس زائد واي تساوي زي، وبحيث انه الكونديشنز، لاحظوا انه هاي اللي بحطه هون عباره عن كونديشنز لتعريف اللغه. يعني هذا اللي على اليمين بحكي لك شو اللغه. مثلا انا عندي الاكس فيها n واحدات، عدد الواحد يساوي n، الواي عددهم n يعني يمكن يكون قد ما بدك، والزي اللي هو n زائد m اللي هي z to the m، هاي اللي هي القيمة تبعتها، اللي هي n زائد m اللي هي هاي z عبارة عن واحد للقوة to the power n زائد m. يعني إذا بدي أجمع مثل هيك رقمين، هاي اثنين، هاي الـ A تبعتي، هاي الـ X، هاي الـ Y، هاي فيها 2 N's، الـ M تساوي 2، الـ M تساوي 4 صح؟ فالزي 3، فالزي شو تساوي؟ 1 1 5 واحدات. هسا هذه اللغة اللي تحققت اللي اجت من وين؟ من هالـ Definition. أنا اللي بهمني هون بالموضوع، اللي بهمني إنه الـ Definition تبع الـ Language هو اللي بيعطيني اللغة تاعتي. I have to understand my definition. Yeah, this is my definition. بس انا بتحكم بالديفينيشن زي المثال اللي قبله. المثال اللي قبله اللي هو هذا، انا تحكمت بالديفينيشن، ال N وال M قد بعض، وال A بتبعها B، يعني عدد ال A's بتبعهم عدد ال B's، فصارت اللغه تاعتي زي هيك. المثال هذا انا قلت انا بعمل بسموه يونري اديشن، جمع للواحدات بهاي الطريقه. بس انا كان بقدر اعمل مثلا الزي هاي اللي هي واحد القوه مثلا ان ناقص ان او ان ناقص ان. انا بحدد، يعني لو قلت لك هون بدل ان بلس ان هي ان ماينس ان، بحيث يكون هذا ان ماينس ان لازم يكون اكبر او يساوي زيرو. فاذا اقل من زيرو دوز نوت بلونج. يعني بالحاله هذه لو حطيت هاي ان ناقص ان، بحيث ان ناقص ان تساوي اقل او تساوي زيرو.
وعملت لك زي هيك شو بطلع الجواب؟ بطلع غلط بالضبط غلط شيء لأنه 2 ناقص 3 ناقص 1 فالزيد ناقص 1 المال ناقص 1 ما مزبوط فبالتالي does not belong to the language. لو حطيت 3 هون و 2 هون مزبوط. أنا بحكي سات عن اللغة اللي عدلتها. إذا عدلت هذه ل n minus m such that n minus m أكبر أو تساوي 0 حسب بهذا التعريف بصير عندي إذا هون 3 3 إذا حطيت تساوي 3 الزون لازم يكون 6 لازم 6 واحدة هاي مش to the power هاي هاي عدد الـ N's الـ repetitions الـ concatenation هاي المرة الماضية قلت أن الواحد إذا حطيت N من فوق معناته N وحدات لا مش power وحطيت مثال قلت لك إنه إذا حطيت لك 2 زائد 3 شغلة وحطيت to the power 2 ما تحط ليش 25 هاي مثال ثاني لغة هذا السكويرز يعني ممكن أجيب السؤال إنك أعطيني لغة بحيث إنه يكون عندي التكعيب كيوبيك هذه واحد عندي الهاش هون لما السكويرز يساوي x هاش y هيك المعرفة x هاش y such that هذا التعريف يعني هذا بقدر أعمل اللي بدي إياه يعني إذا بدي أعمل بحط الساين اللي بدي إياه بقدر أحط واحد add واحد and واحد اللي بدي إياه راح كل الكونديشن بالضبط يعني هذا بقدر اكتب اللي بدي اياه والكونديشن هي اللي تقول لي شو اللانجوج هاي الكونديشن لما اقول له اكس الهاش واي انا قلت له الاكس عباره عن ان وحدات الواي ام وحدات والام اللي هي هاي اللي هون عباره عن اللي هي هاي الام تساوي 10 تو ذا باور 2 هذه مش باور 2 كرر مرتين فبصير عندي هون 2 هاش 4 belongs to the square بقول لك does belong ليش؟ لأنه هاي 4 وحدات يعني هون إيه صار عندي هاي ال this is a language هذه اللانجوج تبعي squares defined هون بيجي بعطيك رقمين زي هذول بقول لك هذه التركيبة هاي belongs to the language ولا لا؟ بفحص الكونديشن هذه 4 ضعف 2 يعني هو 2 4 لو حطيت 3 و 4 هون لا does not belong لازم يكون عندي هون 6 لازم يكون 6 لو حطيت 4 بتكون 8 ها؟ 9 لا مش تربيع لا لا مش تربيع هو 2 مش تربيع مرة ثانية هي السؤال هو 2 مش تربيع احنا قلنا concatenation هذه شو يعني concatenation؟ واضحة؟ خلاص؟ ريحتني هسه هون النوتيشنز هاي الكوركشن اللي عملته من المرة الماضية اللامدا هذه اللينك تبع اللامدا انه اللامدا اللينك تبعها زيرو بس الست هذه الست هذه اللي فيها اللامدا يعني في عندي لغة يعني نيجي مثلا على الواحد من اللغات اللي شفناها هون قبل شوي هاي اللغة belongs to this مش هيك هاي اللانجوج اللي هي a to the m b to the n إذا m تساوي 0 فيها اللامدا فالست هذه اللغة التي فيها اللامدا تساوي 1 يعني فيها واحدة اللي هي اللامدا لأنه هذه إذا قلت إنه هاي اللغة تبعتي أنا هاي واحدة اثنتين ثلاثة أربع شغلات أربع كلمات فإذا حطيت الأربع كلمات بطلع الست معي فيها أربع كلمات إذا حطيت شلت هاي صير الست فيها ثلاث إذا شلت هذول كلهم صير الست فيها واحد فاللغة تبعتي إذا اشتملت على اللامدا فهي فيها واحد الصيز تبعها واحد فهي كان ال مي يعني مثلاً ممكن أعملها حط جوا ثلاثة عادي الفاي. اه بس الفاي بنحطه جوا قبل الفاي انه الست هذه ما فيش يعني اللغة افترض انه انا عملت زي الـ A to the N B to the N وما حطيت فيها ولا شيء او عملت انا شغلة ما فيها لغة. ما فيها يعني مثلا افترض انه عرفت الالفابتس
واحد بلس يساوي، واللغة تاعك تروح تحط فيها اثنين ثلاثة أربعة. It's not part of the language. Lambda is not part of the language. مش حط له أنا اللي هي n تساوي زيرو. فاللغة تبعتي إذا كانت فاضية بالمرة فبقول this is file. فالفاي الست فاضي ما فيها شيء. فيعني الست فاضي ما في ولا أي كلمة. يعني اللغة ليس فيها أي كلمة. يعني زي مثلا اللغة ليس فيها حرف. خلينا نقول صعب إنه يجيب لغة فيش فيها كلمة. اللغة فيش فيها حرف زي اللغة الصينية فيش فيها حروف. هي كل الحروف تبعته من الألفابيت عبارة عن كلمات. فهذه طبعا هي لا تساوي اللامدا. يعني نقول إنه فيها لامدا لأن اللامدا is a language. طيب اي اوبريشنز كمان مر عليكم في اليونيون والانترسكشن والسبتراكت. اليونيون اللي هو اللي فيها الكلمات اللي هون واللي هون اللي باستثناء المتشابهات. الانترسكشن الأشياء بس بتأخذ المتشابه. ولا مثل عند البي بي متشابه مرة واحدة يعني تشيل الريدندنسي. هذه إيش فيها مشترك؟ بس A أو الـ A-B نفكر خلال مشترك بس الـ A-B اللي هي مشتركة عندها. السبتراك بشيل المشترك. السبتراك يعني هنا شلت أنا الـ A-B فظل عندي هاي وهاي وفي عندي البي بي مشتركه انه الاولى نحط الاولى مع عدد ثاني الاشياء الموجوده الثانيه مش موجوده الاولى مش موجوده. لا الاشياء الموجوده بالمجموعه الاولى ومش موجوده بالمجموعه الثانيه. فانا عندي الاي موجوده هون مش موجوده هون فحطيناها. وعندنا الاي اي بالمجموعه اوكي. فانا بعمل سبتراكت لهي. فالاي بي راحت الاي بي راحت. فأنا عندي الـ A دي موجودة وان موجودة وان فأي صفتراك يعني شلتها منها. في عندك الـ complement. الـ complement للـ language دائما هو كل إشي ما عدا الـ language. كل إشي الست اللي هي مثلا هاي سيجما ستار كلها ما عدا الـ language. سيجما ستار ستار معناها كل إشي بالألفابت بما في اللامدا كل شيء absolutely. فهذه ما عدا اللانجوج اللي انت حاطه هذا الكومبلمنت. خذ هاي مثل A B A كل شيء ما عدا هذول. اي شيء مخطر في بالك ما عدا ال B A وال A. هذا كلهم يعني شغلات يعني just review الريفرس. عملنا فيه مثال امبارح اول امبارح حطينا مثال اللغه العربيه فيه نفس الشيء هذا. كونكاتينيشن حكينا فيه كمان مش راح احكي فيه مره ثانيه. ايش في كمان في بعض الديفينيشنز يعني هذه الـ A والـ B متكررين ثلاث مرات كمان زي هيك A A A اي شيء ثلاث مرات A A A A B اللي هم زي ال مين بعرف ايش له علاقه بهالموضوع زي سيكونس او تسلسل بالباينري أكتر نمبر صح؟ أكتر نمبر. لو 0 0 0 ل 1 1 1. يعني all possible combinations 0 0 0 0 0 1 1 0 0 اللي هو ثلاثة bits. فإذا بدي أحط بقول لك عرف لي language تبع الأكتر نمبرز. أكتر باينري. أكتر اللي هو ثمانية. is A B cube where A would be 0 and 1. يقول لك أعطيني الهكساديسيمال. الهكساديسيمال اللي فيه أربع خانات. فشو بتحط؟ 0 1 4 وبالتالي this is exactly يعني هذا اللي اللغات البر الكلام اللي احنا بنستعمله كان ابي كل بدل 3 4 مش 4 خانات يعني اذا حطيتي هيك كمان ايش لا عرفتي يعني لو حطينا بدل 3 4 وبدل اي بي 0 1 فبصير دائما بدك اربع شغلات. بس هذا الـ A 0 بصير 4 زيروات. واحد 3 زيروز عند B بزبط. ما دامه 4 يعني هاي الثلاثة أو الأربعة والـ N بتعطيك عدد الكاركترز.
وفي شيء بسموه الستار كلوجر. ستار كلوجر اللي كل شيء فيه لانجويج بما فيه تو ذا باور زيرو اللي هي اللانجا. يعني دائما لما تحط ستار اي شيء في اللغه من اي بي حطيت عليه ستار من فوق ستار يعني انه كل شيء بما فيه الصفر بما فيه زيرو بما فيه اللانجا بما فيه الابسلون بما فيه اللانجا. اذا حطيت بلس بسموه بلس كلوجر كل شيء ما عدا الانيشال فاليو اللي هي زيرو. يعني ما في النال ست ما في انه الست اللي هو الفاضي وما في بالتالي اللامدا ذاته. فالديفينيشن لما ال ستار تاخذ ال زيرو يونيون ال 1 يونيون ال 2 يونيون اول اوف ذات كل شيء يونيون يعني في كل شيء. فهي اكزامبل مثلا واحد منهم اللامدا. فاذا بتعمل اي بي بي ستار يمكن everything possible ولكن اذا عندك البي بده يكون بي بي ورا بعض. اذا اي يمكن تيجي اي سنجل يعني يمكن تيجي اي سنجل لحالها والبي بي ثنتين يعني عمره ما بتيجي البي لحالها توم يعني زوج. يعني هذا بدك تعمل انت لانجويج بحيث يكون واحد من الكاركترز واحد من الانبوت دائما بيجوا مع بعض دائما ايفن مثلا اما زيروز او وانز حسب اللي بدك اياه. طبعا ال A it's a star can be طبعا this can be lambda lambda this star. لو حطيت plus بيكون كل شيء مع هذا اللامدا. يعني لو حطيت بدل star plus بيكون كل شيء مع هذا اللامدا اللي هو هذا positive closure. صح حكيت عنه أنا. خلاص في سلايدات خلصنا الموضوع اللامدا. يعني هذا أسا لو بده الواحد يعمل يعني في كورس كامل موضوع اللانجويج فور باسبل لانجويجز في بروف لللانجويج في ديفاين لانجويج كان نفهم ليش نبلش هذا. بس انا عامل لها هذا كانتروداكشن للتوبيك سبعنا اول ذيس از انتروداكشن عشان لما نشتغل بالاوتوماتا والستيت اوتوماتا نستعملهم هذول. بعد شوي بنستعمل شيء اسمه ريجولار اكسبريشنز اند ريجولار لانجويجز بارسنج هذا بنرجع نستعمله بس حطينا على البرودكشن مشان نكون عارفين ايش اللي بنشتغل عليه. خلينا هسه اقفز على الموضوع الاهم من الشيء نبدا ب شيء مور انترستينج هون. شيء بسموه الفاينايت اوتوماتا. أنا حكيت لما كنا نحكي بالإنترودكشن قبل فترة أن الأوتوماتا هو عبارة عن ماشين مظبوط؟ أوتوماتا إشي أوتوماتيك يعني زي الفندنج ماشين اللي بنشتري منها القهوة والشغلات هذا بنسميه إحنا أوتوماتا. بس كيف هذا الأوتوماتا بيشتغل وشلون إحنا بنبنيه كمان أهم من أنه كيف بيشتغل that's even more important. بشكل عام اي اوتوماتا في عندي شغلتين في عندي انبوت في عندي اوتبوت في شيء اسمه فاينايت. فاينايت يعني محدود يعني مستحيل انه يظل شغال فور ايفر. يمكن يظل شغال يعني زي الساعه البندول وانا جاي تو ستيتس مش هيك ستيتس صح جميل. حد عمره شاف البندول تبع الساعه اللي بتكون هذه تقول انه it goes forever بس من ناحية عملية تنتقل من state لstate state state's finite. يعني مستحيل انه تروح على state which is infinite لان ما لهاش وجود. هي معنى الفاينايت اوتوماتا عدد states محدود. هسا الانتقال من state لstate بنسموه infinite loop بقدر احط infinite loop بس من ناحية عملية infinite loop بدها infinite طاقة. يعني لو بدي اشتغل انترنت لوب على الكمبيوتر حطيت مثلا وايل مثلا ترو وايل اكس ترو حطيت بالاول اكس يساوي ترو بعدين حطيت وايل ترو لوب مش هذا انترنت لوب. تتوقع انت لو تغيب تروح يعني تسافر لك سفره على السعوديه وترجع تلاقي شغال مستحيل. ليش؟
لأنه في إنرجي في النهاية، يعني في شغلة بدها تشتغل، والإنرجي مش إنفينايت، بس كلوب it is infinite، يعني it can go all the way between states، بس the number of states is finite. هاي معنى إنه finite automata، number of states finite، يعني لما أنت بدك تروح تشتري فنجان قهوة، لو إنه الآلة تاعتك اللي بتعطيك قهوة ظلت تمشي فيك من السر، حط قرش، بعدين حط قرشين، بعدين حط ثلاثة، بعدين وصلها لنص دينار، حط نص دينار، بعدين اكبس الكبسة هاي، بعد الكبسة هاي يقول لك روح حط سكر، بعدين روح تحط قهوة، بعدين روح لك مشوار وارجع، هلكنا، يعني في النهاية بدك قهوة، يعني بدك القهوة تصب بالكاسة، فإت هاز تو بي فاينايت، فإذا أنت حسيت إنه العملية يعني بتاخذ وقت طويل شو بتسوي؟ بتبطل. إذا حدا عمره جرب يعمل داونلود لبروجرام لفايل لإشي دخلت على المحل بدك تعمل فري داونلود قال لك قبل ما تعمل داونلود اعمل لي لايك لهالأشياء اوكي عملنا لايك بعدين داونلود لبروجرام ثاني داونلود للبروجرام ماجد نزلناه بقول لك لا اعمل له الانستول من الاول هلكتني يعني قبل ما اصل للداونلود تبعي بعدين صرت اشك انا انه اصل للداونلود اللي بدي اياه مش بصير معكم هيك احيانا بتبطل بتقول هذا السايت معناته في مشكله وبطل عنه لانه حصل عندك امبريشن انه ستيتس ار انفاينايت يعني مش راح تصل اللي بدك اياه هي معنى فالاوتوماتا لازم يكون فاينايت مشان يصل لك الاوبجكت اللي بدك اياه الانفاينايت الحركه انفاينايت بس النمبر اوف ستيتس ثابته صح بس يعني النتيجه لا النتيجه فاينايت يعني كل حركه اعطتك ثانيه حركه ثانيه اعطتك ثانيه كل لفه فيها ثانيه او ملي ثانيه يعني اعطتك مال لانه هي مساله وقت في هذا البندول is a good example for a finite state with infinite transitions. يعني الضوء يشتغل باستمرار. ضل يلف بس يشتغل صح كل مرة بعطيك شيء. لا نيجي على هذا كمان شفته زيه بالزمانات صح؟ كنت بسموه state machines. بس احنا بنسميه اوتوماتا. Formal methods بنعطي اسماء غير عن الاسماء اللي بعطوها بال different places. هذا إذا تأخذوا بال system analysis ولا بال requirements. This is called the state machine. أو بال requirements يعني state machines. إحنا هون نسميه automatic. automatic على أساس إنه يشتغل بشكل automatic بشكل آلي من state لstate. الautomatic إجت إنه أنا بس قبل ما نتفرجوا على الA's والB's هون. تفرجوا. This I call it a state. State Q0 الساعة هو بظل بهذا الستيت هل زي الفندنج ماشين دائما الستيت الأول تبعه بيستنى واحد المصاري إذا جيت أنت أعطيته إنبوت أعطيته فلوس بنتقل للستيت ثاني أوتوماتيكال يعني أنا ما بروح بقول له روح هو جاهز ينتقل للستيت Q1 إذا إجاله حرف A إذا إجاله حرف B بنتقل على الستيت ثاني That's the automatic part. يعني نقول لك إنه it's an automata or automatic. فالأوتوماتا جاي من إنه أنا طبعاً إحنا البشر لاحظ البشر مشتغلش أوتوماتيك العمل الإرادي مش أوتوماتيك فينا إشي أوتوماتيك اللي هو البرين تبعنا في ناحيتين. في السيطرة لا السيطرة على الجسم يعني السيطرة اللي هي بتتحرك بسيطرة على القلب نبضات القلب على الرئتين على الأعصاب هذا أوتوماتيك هذا أوتوماتيك الإرادي أنا بتيجي مثلا واحد سب عليك أنا إراديا بإرادتي إما بطرشه أو بسب عليه مرة ثانية أو برمز العموص إراديا صح؟ يعني هذا مش أوتوماتيك ويمكن ما اعمل شوي شيء الاوتوماتا انه في بقول لك واحد اذا كرشته شغله بفض على طول بزعل هذا زي انا الحال زي الاوتوماتا بيشتغل والستيت تبعه دائما هذا بس اذا تنكشه بعمل لك مشكله بني ادم المفروض ما يشتغل شيء يعني احنا كبشر المفروض شغلنا يكون ارادي يعني مش واحد عرض علي مثلا شغله تعال نروح نعمل سموه الويدة وندخلنا شغل تعبانة
أجملها. هذا لو كنا أوتوماتا بتروح بتروح إما بتكون بتروح أو بتروح لا هيك هيك. بالشغل الإرادية لا أنت بتتحكم فيه. فالبني آدم إذ نطع الأوتوماتا إلا فيما يتعلق بالتحكم الداخلي للأعضاء الداخلية اللي ماليش علاقة فيها. أنا بقدر أتحكم بنبض قلبي، بقدر أتحكم بضغط الدم، بقدر أتحكم بإفراز الأنسولين بالجسم، بقدر أتحكم في الموضوع كلهم لأنه موضوع الأوتوماتا. هون نفس الموضوع. فالأوتوماتا is a system whatever system سواء كان البرين ولا كان vending machine ولا كان البروغرام الكمبيوتر بروغرام اللي بنعمله إحنا لما تكتب برنامج وتعمل له executable. هذا البرنامج لما تعمل له fx equal y if x أكبر من zero دو مثلا call procedure call class أبصر إيش if x أقل من zero call another class. إذا إجت x خمسة بتروح لهناك 100%. يعني هذا الأوتوماتا لأنه المشين تبعه البروغرام تبعه إذا مشين هاي المشين الآلة بتشتغل بناء على input. الانبوت زي هون نرجع لهون في عندي إشي اسمه initial state. دائما بدي أبدأ من محل يعني ما بصير إنه state إنه هذا يبدأ randomly في أي مكان. at some point لازم تبدأ بالstate. أنا ببدأ هاي البداية تبعتي كل إشي لازم يكون له final state. هذا اللي خلاه finite أوتوماتا finite يعني منتهي إنه نهاية لازم يكون إنه نهاية إنه نهاية. بقدر أنا هذا حسب شو اللي إحنا اللي نحط الأوتوماتا نقوله وصل لهون بعد ما أي وصل لهون وطلع منه يعني وصل لهون وطلع مثلاً. فهذا الأوتوماتا تاعي اللي موجود عندنا هون خلينا نمشي فيه حبة حبة. For every state there is a transition. هذه طبعا النقطة الأولى أنه عندي هذول states الدموية هذه الحالات. الحالة زي هادي معصب تعبان مضطر قاعد هذه حالات بس احنا هذول حالات مش أوتوماتيك بالنسبة لي. أو أنه بستنى النص دينار بستنى الطلب شو تطلب أنت قهوة ولا شاي ولا نسكافيه ولا إيش بعدين بنزل لك المي بعدين هذا بعدين بصير يشتغل لحاله. عنده بالأول نزلت المي لو وصلت لحال معين رح تحط القهوة بعدين تحط السكر بعدين تطلع لك إياه. هذول ستيتس هذا واحد منهم إذا فاينل ستيت. فاينل ستيت بقول لك تيك يور بريك مثلا يور بريك إز ريدي. اللي هون انترميديت ستيتس انترميديت ستيتس هسه اللي بنتقل من هون لهون شيء بسموه ترانزيشن النقل. إذا في عندي صار في ستيتس في واحدة منهم تكون فاينل هسه خليني أرجع باك ون قلت واحدة فاينل بجوز أو بجوز لا يعني يمكن يكون أكثر من واحد يعني يمكن يكون أكثر من ستيت فاينل. بس هو فاينل على هيك ما رح يرجع فاينل ثاني هو هذا بس الطريقة الوحيدة أنه تقول ما هذا سنشوف اللي بزوي. هذا بتبلش إلا شغلة واحدة هذا الأوتوماتا حضرته مركب ما يقبل إلا إشي اسمه A B B A. إذا بيجي له أي إشي ثاني مفروض يبطل. بعد ما يطلع من Q4 ما بيجاش. مش عارف يبرجع بس استفدت أنا ما وصلتوش لحالة نهائية. أوه أنت وصلت لحالة نهائية إذا سترينج تبعك إذا الإنبوت تبعك بس A B B A زي باسورد. صحيح. لذلك هو هذا الستيت المشين does not accept إلا إشي واحد. هذا اللي قدامك هذا لا يمكن يقبل أي إشي إلا هي A B B A زي باسورد. كيف الباسورد يشتغل؟ الباسورد تبعك زين A 1 2 مش هيك؟ مثلا. فالأوتوماتا اللي بكون معمول على الباسورد بقبلش إلا إذا إجا Z A I N 1 2 أي إشي ثاني بودي على محل. هذا بسموه sync state. sync يعني state الغرق يعني اللي بغرق كل شيء. sync يعني كل شيء بغرق فيه زي واحد يعني واحد هون اللي بصل لهون خلاص تطلعش من state يعني أي إشي إذا وصل لهون خلاص انتهينا يعني هذا بشغل بيو أو one cup one لا يمكن يصل للفاينل state. يعني إذا أنا كان عندي بهذا المثال إذا كنت جايب A A B string تبعي
الـ A بيجي لهون، الـ A طلع لهون وبس، والـ B اجت الـ B بس طلع هون، يعني A A B ما فيش عندي شيء ثاني يطلع منه، فوقف هون. ولا كيف طلع ايه لازم يكون بي وين؟ احنا خلينا نفترض انه يكون فولس، تمام؟ لا مش فولس، هذا انت بتفترض شو السترينج اللي جاي. طيب تمام. المفروض انه لما يعمل يعني خلينا نفترض انها الفينج ماشين، تمام؟ مثلا الفينج ماشين تحكي لك انه في عندك اذا كنت تدخل بي. طيب اذا مثلا جيت على اول شيء بلشت بي، بلشت بيه مثلا بدل ما تحط مصاري رحت حط فلينة مثلا، ولا جبت لك شغلة حديد مدورة هيك بدك تضحك عليه، فبطلع منه بروح لهنا. طيب بالحالة الثانية لازم نفس الشيء. الحالة الثانية افترض انه انا جايب مثلا هنقول 10 قروش شيلن 10 قروش هيك بطلع، هيك بطلع. اذا بتطلع 10 قروش بعدها اجى لهون بعدين 10 بطلع اشياء. يعني بدوش. بده بس هيك. حق قال لك انه بدي انا 10 5 5 واحد عامل التشين تبعته. يعني هذا الاوتوماتا مش بالضروره يكون نافع لشيء. صرت لازم تقول له لشو بينفع الاوتوماتا. مش بالضروره انه اتس اكسبلانيشن فور وات ان اوتوماتا اتس. بس خليني اورجيك المثال عليه. اوكي. عندنا زي هيك بنقول احنا في انبوت انبوت تي وفي اوتوماتا وفي الفاينل ستيت اللي هي الاوت. هاي الانبوت ستيت تبعي انا جاي اي بي بي اي. اذا اي بي بي اي هذا الاوتوماتا بيقبل، يعني هذا الاوتوماتا لا يقبل الا هذا. هذا اسا الاوتوماتا لو انا بدي اجي اقول لك انه اعمل لي اوتوماتا للباسورد، اوتوماتا للباسورد اعمل لي باسورد من عندك، انت اختار لي باسورد واعمل لي اوتوماتا له. هذا بيكون بيرفكت، يعني بدك تمشي بحركه حركه الحروف تاعتك الانبوتس اللي هم بتحطوا مثلا بحيث انه الالفابيت تبعك يكون الكاركترز ويكون النمبرز ويكون سبيشال كاركترز ما عدا مثلا الاندرسكور فرضا. هذا بتحطه الالفابيت. بعدين فبيجي السترينج تبعك بيكون اني كومبينيشن تو ذا بلس مع الستار. بيجي بحط واحد من السترينجز اي دي دي اي ذيس ماي باسورد. هذا الاوتوماتا تبعك. لو عملت الاوتوماتا تبعي اللي هو الباسورد تبعي مثلا ملكاوي بتحط ام اي ال كي اي دبليو اي بقبل وكل شيء ثاني. طبعا لما بقول ام هون بقول ام كومبلمنت صح؟ تذكر كومبلمنت؟ كومبلمنت يعني كل شيء ما عدا الام. اي هون الاي بمشي بعدين الاي كومبلمنت. احسن ما احط كل شيء قبل ما احطه. والاي شيء ما عدا الاي اللي هي الاي كومبلمنت يودينا على ستيت اللي هي السيلف ستيت، بعدين الام بعدين الكي بعدين الاي. انت بتكون عملت اوتوماتا للباسورد تبعك. بس very useful. لاحظوا قديش هذا يعني ممكن يكون مفيد لو مشكلة نعملها على الكمبيوتر هون. يعني هذا واضح مش هيك تبع ال ABBA ولا لسه في مشكلة عليه؟ يعني أي كاركترز الأربعة هذول بيجوا لهون، أي شيء ثاني بروح على السينك ستيت. فصار في عندي ترانزيشنز أنا عرفتهم، عندي الألفابت تبعوني A و B، فيش عندي غير A و B، والسترينج اللي بنقل الوحيد اللي بنقل اللي هون A B B A. يعني لو أجيب لك أنا هسه أوتوماتا زي هذا أو بيشبهه، بقول لك إنه أعطيني اللانجوج which can be accepted by this automata. بدك تتبع الترانزيشن. So this is big bang. A D D A. أسا لو كنت أنا عامل لك كمان هون ال Q zero أطلق مثلاً B لحالة بدل هاي. لو كان جاي هون يقول لك هذا big bang B أو A B B A. يعني language يمكن يكون فيه two. السيرتر يكون فيه two.
two words. يعني مش بالضرورة يكون بس كلمة واحدة. يعني الأوتوماتا اللي بيقبلش إلا إشي واحد يعني أوتوماتا زي الباسورد. يعني مش قادر أقدر أفكر بإشي إنه بيقبلش إلا السترينج واحد إلا الباسورد. معظم الأوتوماتا بتقبل أكثر من شغلة. هذا الباسورد في الترنتيف وي انه الفورد تيوب باسورد. ايش هو الترنتيف وي؟ مثلا توصل للهند طوالي الفورد تيوب باسورد يقدر يعتبر انه الباسورد. لا، لو تحط فورد باسورد تقدر تعتبر وي ثاني. يعني للهند مش فاهم عليه. اول فورجيت باسورد هذا بصير انه اذا وصلت انت لحاله السينك من هون وديك على اوتوماتا ثاني، وديك على اوتوماتا ثاني بقول لك انه اساس ريستارت برجع من هون لهون. بس المشكله انه الاوتوماتا فيش فيه ميموري، يعني ما في يتذكر انه شو عملت انت يرجع يكمل من هناك. فبالتالي بده يعمل كلير للاوتوماتا ريستارت، يعني اذا رجعك لهون كيف بترجع كانك بلشت من جديد. وبالتالي بصير فعليا بتدخل الباسورد. يعني بمعنى من هون بعد شوي اذا وصلت لهون which is a sync state على طول بدل ما تروح هذا اللوب بولر رجعك لهناك. تورينج ماشين از ميموري. this is not تورينج ماشين. ما ايش؟ اوكي. لا، وان باسورد باسورد از ان اوتوماتا. باسورد از ان اوتوماتا. بس اذا بدك تعمل الباسورد بطريقه التورينج ماشين بتعمله بطريقه ثانيه. هاي ذس از ذا اوتوماتا. ذس از الفاينايت ستيت اوتوماتا. فاينايت ستيت اوتوماتا از ميموري ليس. يعني لما طلعت انا من هون كيو 1 ما بعرفش ايش يعني كيو 0. اصلا ما بعرفش انا كيف جيت لهون. بقول لك اذا بتسال كيو 1 بقول لك انه داز كيو 2 نو how it came into this position. I don't care. أنا all I care إنه أنا موجود هون بستنى B أو A. إذا جتني A بروح لهناك، إذا جتني B بروح لهون. أما كيف وصلت لهون أنا ما بعرف. صير معك أحيانا أنا ماشي من طالع من القاعة من هون بعد شوي وبس من يعني الدراسة تقولي شو بسوي هنا؟ كيف وصلت لهون بعرف؟ بس أعرف السير كيف أرجع لك. That's exactly how it is. هذا نفس المثال اللي بحكي فيه. هسه لاحظ الانبوت سترينج هذا الـ ABA. هذا الـ ABA إذا بتتبعه اجتني A جيت له. So far so good. بعدين اجتني B. واو مليح ممتاز. بعدين اجتني A اوبس وتجلي وراه. Dead. لو أخذنا A B B زي هذا A B B A و B كمان عادي لا A B B A ولسه بيجي input. وبتقول إنه you have to read the whole thing. الانبوت تبعك في كمان لسه A زيادة أو B زيادة تطلع من هون ووصل لهون وطلع لهون. إذا أنت بتقولش إنه هو لقطته بالفاينل ستيت، انت بتقول لقطته لما انتهي التيك. انت لما الانبوت يريد ذا هول انبوت. فلذلك اذا بتقرا انت بتروح تقرا ستيتمنت بالجافا او غيره قال مثلا اكس ايكوال واي بلس زي الى اخره، بعدين في عندك شيء اكسترا كاركتر بعد السيمي كولون، بعدين حاط لك براكت. البراكت هذا وقف انت تقولش انه انا عندي السماي كولون وقف. السماي كولون وصل لهون وتشد بي كود بي ان اند ستيت، بس لما اجتك الكاركتر هذاك اللي بتكير لي براكتس قراته طلعت من الاند ستيت. فاجيت لهون قال اتس نوت فاينل. يعني لازم الاوتوماتا حتى يزبط معك حتى يشتغل لازم الانبوت تيك كامل يقرا كامل الانبوت تيك زائد في نفس الوقت يكون في فاينل ستيت. يعني for an automata to accept a string أو input لازم ال input ينقرأ كله. لذلك أنا اللي قلت هو افترض إنه كتبنا
عندي إشي ثاني مثال ثاني. هاي اكسبتبل حتى لو في زيادة. لا حسيت بقول لك السيات هنا بدي أضيف أنا بدي أضيف شغلة. بدي أضيف بي. شو بصير؟ لازم ننتقل بعد الـ A بنتقل من الـ B لهون. وصل لهون. انتهى التيب، انتهى الـ input. وإحنا مش final state. فالـ condition for an automata to accept a language لازم ينتهي بـ final state لما تقرأ كل التيب. فبقولش إنه أنا وصلت لهون خلاص ما تقدر. لأن أنا صار بعرف. يعني أنا how do I know what is automatic. هذا الوقت جاي. وبعدين تقوليش إنه في وقت بقول لك بلاش بين الواحد والثاني بيجي ما نسيت. يعني بحيث إنك أنت تلحقش عليه. فأنت will switch very quick. فش إيش هو؟ sequential فش. مختلف. طيب هيك عمي اسمه parallel من الأوتوماتا. إذا بدك تعمل two different أوتوماتا بيشتغلوا مع بعض معناته الباسورد باسورد عشان إذا دخلت الباسورد صح. الباسورد الصح تقدر تروح بعديه على سكند أوتوماتا أو على ثيرد أوتوماتا مشان تقول له ثلاث مرات بس. بس إذا رجعته من البداية الباسورد معناته كنت بتسمح لي أعمل أدخل الباسورد مليون مرة. وهذا احنا بدناش اياه صح؟ يعني هذا بيعتمد على شو بدك اياه. بقول انه بدي اسمح لك ثلاث مرات فبروح اعمل اوتوماتا ثاني ثالث ايرور تروح جرب الثاني جرب الثالث. طبعا نفسه بيكون بس دوبليكت. اما اذا برجع لوب ما في شيء بيضمنني هون انه بقدر اعمله ثلاث مرات. بقدر اعمله ادخل الباسورد شيء 100 مره بوضع حاجه. هذه طبعا من الطرق اللي هي اللي بيكون غلط اللي بيغلط لانه هذا اوتوماتا اذا عملته انت هيك بالشكل هذا انت غلطت. غلطت بالديزاين. غلطت بالديزاين اذا تركت لواحد يجي يدور يقول له شيء يحاول يعمل لوب يجرب على كل بروت فورس ميثود قبل ما يلاقي الباسورد. اما اذا عملت له 3 ديفرنت اوتوماتا لا. بس اذا فهمنا شغله هسه قبل ما ننهي هون شو سمرايز الاوتوماتا is a finite set of states. لازم يكون finite. لازم يكون في عندك final one or more. لازم. والtransition لازم يكون بناء على input which belongs to the language. بس language تبعي هون A و B. لو رح جايب له input star. أنا موجود هون ب Q1 جايب star. أنت خربت البيت تبعه. لا بقدر أروح هون ولا هون. But this is wrong. يعني you cannot the automata will not accept it. يعني automata will not accept a star. لازم يكون part of the language. لهيك احنا درسنا اللانجوج. مش احنا حكينا اي شيء مع هذا الايه بالضبط. طبعا انا بالمثال تبعي اللي ما كتبتوش هذا لما كنت اعمل باسورد كنت بقول A وهنا A star A complement بس هي مش complement حط هي صح. لازم يكون number of states finite. لازم يكون عندي initial. لازم يكون عندي final at least one. بعدين لازم يكون transitions. والtransition لازم يكون from the alphabets. هذه التركيبة الأوتوماتا. Now to accept شو الأوتوماتا يكون قبل اللي بدي إياه. لازم يكون الانبوت اللي هو input string أو tape بسمي tape هذا لازم يقرأ كله. يعني شو عندي؟ عندي مثلا 1000 كاركتر بدي اقرا ال 1000 كاركتر بعد ما اقراهم كلهم بدي اشوف وين اخينا وقف. اذا وقف في فاينل ستيت فبيها وين عمل مش الحل. اذا وقف في اي محل ثاني موجود الزوم. يعني رونج يعني بمعنى ذا ستيتمنت از نوت اكسبتد از نوت بارت اوف ذا لانجويج. فهذا الاوتوماتا الاوتوماتا وظيفته ان يقبل اللغه اللي بنحكي فيها لغه الاي بي اللي هي لغة هون بهاي اللغة هي A B B A بس. يعني هذا الأوتوماتا بتبلش إلا هيك ما بنعرف إلا كلمة واحدة. أنا شفت بني آدم بنعرف إلا كلمة واحدة بنعرف بس نعم
عرفش ال كله نعم لولا بيشاحوا كانت لاقوه نعم وقلت شو حافظ بيت الشعر؟ شو الأولاني؟ ما قال لا قط إلا في تشهده مين هو هذا؟ مين بيعرفه؟ مين بيعرفه تعلمه؟ لا مين؟ زين العابدين بن علي ابن الإمام الحسن ابن الحسن بن علي هذا قصته معروفة بس مشان من المحاضرة تبعت في شغلة ترطب بعيد عن الأمور كان الخليفة كنه هارون الرشيد أو المأمون واحد منهم جاي على الحج لما يجي على الحج الناس كلها تركته وراحت على الزلم اللي قاعد جمعوا عليه وتركوه فبيسألوا يقول مين هذا الناس كلها الكوكب تحاولوا تركيزني أنا أمير المؤمنين والخليفة فالفرزدق شاعر أيوة قال هذا الذي تعرف البطحاء وطأته هذا والبيت يعرفه والحجر حرمه هذا المخيل عباد الله كله مصر وبعدين قال ما قال لا قط إلا في تشهده لولا التشهد كانت لاؤه نعم اعمل أوتومات على اعمل أوتومات على النعم ولا لا مرة واحدة فقط قبل الباقي كله نعم لتاخذ النعم بيجي على الفاينل ستيج اذا علمان تسمع محاضرة ثانية لازم ندفعكوا عليها مادة اسمها Formal Methods في الكمبيوتر سيستمز شو محاضرتكم هسه
كوميشنز